بداية نقول الله يبلغنا ويبلغكم رمضان، هذا الشهر اللي كلنا ننتظره بشوق، وكلنا نعرف أن سلوكنا الغذائي والاجتماعي بيختلف بشكل كبير في رمضان. هنا تجي نصايح الرياضيين في الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الواقع، عشان في نفس الوقت لما نوصل ليلة العيد نكون مبتسمين وراضيين عن أجسامنا. كابتن عبد الله عون ودردشة رياضية، أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا فيك ونورنا المشاهدين. أهلا. يعني ودي صراحة ناخذها اليوم من الجانب الإيجابي، الصيام يعني على جسم الإنسان الرياضي قد إيش بيأثر بشكل إيجابي؟ أولا الحمد لله الصيام يعتبر فترة ذهبية للإنسان، لأنه في هرمونات النمو بتكون مرتفعة، وهرمونات وعفوا الأنسولين يكون منخفض، فبالتالي بتكون عملية حرق الدهون في فترة الصوم عملية عالية جدا، ففرصة يعني فترة. أيضا بيكون تنظيم الكوليسترول الضار في فترة الصوم بينزل طبعا، فبالتالي بيحسن صحة القلب والشرايين. ففترة الصوم في رمضان صراحة فترة ذهبية لكل الهرمونات، أيضا أنه بينظف الجسم من يعني ديتوكس بيعمل للجسم، بينظف الجسم من السموم ومن صح. وأنا تحيين قريت معلومة بتأكد من صحتها منك كابتن، هل صحيح أنه الهرمونات بتنفرز أكثر مع الصيام في جسم طبعا الإنسان؟ ولا لا؟ فعلا، بالذات هرمونات البناء، وهرمونات البناء طبعا مهمة جدا، ففترة الصوم هرمونات البناء بتكون يعني مرتفعة، ويعني الحمد لله الأنسولين بيكون منخفض، فبالتالي زي ما قلنا أنه بيكون البناء جميل في فترة الصوم، أيضا إلى أنه تخلص من يعني السموم أثناء فترة الصوم. بس عارف وين المشكلة كابتن، والواقع اللي للأسف كلنا بنعيشه اليوم، أنه كلنا بنكسل في رمضان، خصوصا بعد الفطور، خلاص عندنا تراويح، ما فينا نروح النادي، ما في وقت بين مثلا بعد التراويح الى السحور، فبنكسل وما بنقدر انه نسوي مثلا اي رياضه، والحركه في نفس الوقت بتقل. فايش الخيارات اللي تنصح فيها الناس اليوم؟ هو فعلا في فتره بالذات فتره الصوم يكون الجسم يعني خامل، لانه ما عنده الجليكوجين، خلاص الطاقه من الجليكوجين على قبل الافطار بساعه بتكون الطاقه انخفضت. بس بالعكس هذه انت لازم تكلم نفسك انه هذه الفتره فتره ذهبيه لصحتي، فالمفروض انه انا بالعكس اكون متشجع اكثر من فتره الافطار، لانه انا يعني طبعا شرعنا احنا بنصوم، ففتره الصوم دي يعني بتسوي اشياء غريبه، يعني احدثت الدراسات الان انه فتره الصوم هي افضل فتره لجسم الانسان، فبالعكس انا اتشجع انه الفتره دي ابدا اهتم في صحتي اكثر، بما انه زي ما قلنا احنا الانسولين يكون منخفض، يعني افضل نسوي رياضه قبل الافطار. طبعا هو بالنسبة للرياضة فيها يعني ثلاث أنواع من الفئات اللي كيف تمارس الرياضة في رمضان. في الفئة الرياضيين المحترفين، هو عارف طريقه وعارف متى يتمرن قبل أو بعد، وفي طريقة وفي فئة الناس اللي هم يعني حريصين على الصحة وخسارة الدهون والوزن والشكل والأشياء دي، فضروري المفروض يكون طبعا فترة قبل، إذا حاب أنه خسارة الدهون المفروض أنه يكون قبل الإفطار. ليه قبل الإفطار؟ لأنه الطاقة اللي أنا هاخدها اثناء تاديه النشاط والتمرين هاخدها من الدهون المخزنه في الجسم، بتعمل اكسده وبتحول الدهون الى طاقه، فبالتالي انا بخسر الدهون. ولكن اذا حبيت ان انا اتمرن مقاومه انا باخذ الطاقه من الجليكوزين المخزن في العضلات في الجسم، فبالتالي المقاومه تكون بعد الافطار والنشاط اللي هو مشي الكارديو والتمارين الهوائيه. التمارين الهوائيه يفضل انها تكون قبل الافطار، فبالتالي كذا انا الحلقه تكون يعني مكامله. حلو. طب تتوقع يعني بكل صراحة كم نسبة الأشخاص اللي حيتحمسوا أنه مثلا يتمرنوا في البيت كابتن عبد الله؟ والله أقول لك صفر، ما في أحد بأمانة. صح، هو ممكن في البيت بالذات وفترة الصوم في رمضان بتشم روائح الأكل وما أدري إيه، وهذا نايم وهذا ما ينفع. بس لو حبيت أنه تطلع برا أنا أفضل أنه قبل الساعات يعني قبل الأفطار بساعة ساعة ونص تطلع برا تمشي، هو أفضل خيار. بس في البيت للأسف ما في ذاك الحماس اللي ممكن يعني من الناس، فالنسبة مرة ضئيلة. طب خلينا نتكلم كابتن كرياضيين، يعني أكيد سفرة رمضان والأكل وما شاء الله تبارك الله سواء مقالي شربة حلويات يعني مو مناسبة أبدا للأشخاص الرياضيين، صحيح؟ وهنا كيف نقدر نحدد المناسب سواء كان إفطار أو سحور؟
والله شوفي عفوا، احنا قلنا انه مغريه للرياضيين سفره الافطار، هي مو للرياضيين، بالعكس الرياضيين اقل ضررا من الاغراء، الرياضي بيستهلكها، بس المشكله الناس اللي غير رياضيين او ما عندها اي نشاط يومي هو الضرر عليه اكثر، فبالتالي انا المفروض انه انا اعرف اختياري من الاكل واخذ الاحتياج اليومي من الاكل، بالذات فتره الافطار، لانه فتره الصوم بيكون الانسولين منخفض في الجسم، واول وجبه انا اخذها يفضل انه ما يكون فيها، يعني السنه باخذ 3 حبات تمر، بس يفضل انه ما يكون فيها سكريات عاليه، لا عصائر ولا محليات ولا فواكه عاليه، لانه بترفع الانسولين بشكل عالي، فبالتالي الانسولين لما يطلع في الجسم بشكل عالي تفضل يوم كل فتره الافطار وانت جعان وبتدور على اشياء يعني حلوه، اشياء مسكره. صح، هذا يعني صح كلامك، الاشخاص الرياضيين مهما أكلوا بيحرقوها في النهاية. طب خلينا نجي الأشخاص الغير رياضيين كابتن، يعني هذول يمكن بيكون صعب بالنسبة لهم، ما عندهم عزيمة إرادة مقاومة مثلا. هذه هي المشكلة كل يعني الناس الغير رياضيين المفروض تهتم في التغذية أكثر، وبالعكس زي ما قلت أنا فترة الصوم في رمضان فترة ذهبية المفروض يستغلها الناس اللي غير رياضيين، الناس اللي معليش عفوا يعني يكون عندهم أمراض لا سمح الله ووضعهم الصحي غير مناسب، المفروض تستغلها في رمضان انه انت يعني تهتم في نوعيه الوجبه، الكميه، الاحتياج اليومي من التغذيه، من البروتينات، من الكار، من الدهون. فمهم كيف يعمل كنترول طيب كابتن؟ الكنترول لما نحط صحتي في الاساس والرغبه في الاكل، صدقني لما انا افضل الصحه عن الرغبه في الاكل كذا هذا هو اساس الكنترول، لانه للاسف لما انا مهما اكل ومهما اكون يعني في الاكل عفوا ما حتوقف، كل يوم تبغى شكل جديد، تبغى نوع جديد، بس لما اجي انا احط في المقام الاول صحتي صدقني حبدا افتح عيني واعرف انه ايش اخذ ايش ما اخذ من التغذيه. صحتي والسمبوسه في نفس الوقت خصوصا في رمضان. والله شوف انا دائما بقول تكرهني اليوم كابتن عادي ما عندي انا بقول دائما انه المفروض ما في شيء ممنوع وما في شيء مسموح لا خذ احتياجك اليومي من التغذيه، بس فتره رمضان بالذات يعني يفضل انها تكون وجبتين، لان الجسم يعني زي ما قلنا انه هو في فتره تخلص من السموم وفتره تنظيم في الهرمونات، فبالتالي انا فتره الافطار ضروري جدا تكون وجبتين رئيسيه اللي هي الافطار والسحور، وتكون سناك في النص، كذا انا ببدا احاول انه باذن الله انا اطلع من شهر رمضان وفعلا حققت الهدف انه تخلصت من السموم ونظمت الهرمونات في الجسم، وتنظيم الهرمونات مهم جدا. صح. طب تصدق كابتن يعني في ناس أعرفهم والغريب في الموضوع أنه بينزل وزنهم في شهر رمضان على رغم كل هذه المغريات اللي بتكون موجودة عندنا في هذا الشهر الفضيل، برأيك إيش الأسباب؟ أكيد أنه إنسان حريص على أكله، صدق مستحيل أحد يكون حريص على أكله وماخذ الاحتياج اليومي من التغذية ويزيد وزنه، للأسف إحنا صح فترة رمضان لأنها فترة الإفطار فترة قصيرة فبنحاول أن نأكل أي شيء وبلخبطة ومعليش عفوا، فهذه مشكلة، بالعكس أنا زي ما بقول إنه المفروض تكون وجبتين أساسية ووجبة سناك في النص، يعني أنا أشوفها إنها كفاية، ونحاول نحاول قد ما نقدر إنه يكون في يعني تعويض للمويات، بالذات الناس اللي عندها مجهود بدني في عملها بغض النظر عن إنه رياضة، يحاول إنه يكون في يعني نسبة موية كافية في جسمه. طب خلينا نقول مثلا تورطنا كابتن وأخذنا كم كيلو كذا في طريقنا للعيد، إيش الحل عشان نقدر نخفف من المأساة اللي بنعاني منها في العيد؟ مو المشكلة أن كل الناس للأسف في رمضان بتفكر عشان يوم العيد، وهذه أنا وما حد بيشتغل وما حد بيسوي شيء على فكرة. أيوة. بناكل. أيوة هذه المشكلة. أيوة. إنه في أكل وأنا بدور على هدف في رمضان، الفترة قصيرة والوقت مناسب، بس الفترة قصيرة إنه أنا بدور هدفي بس فقط عشان العيد، عشان ألبس لبس العيد، وما شاء الله إذا هدفك كذا ما عليه شكرا، خليك زي ما أنت وعيش حياتك. إذا هدفك إنه أنت لايف ستايل في حياتك وتبدأ من رمضان، فهذا هو القرار السليم والقرار الصح. يعني معليش عفوا الناس بتفكر كلها عشان العيد، طيب العيد جاء وخلص وبعدين، طيب في عيد، في مناسبات، في حياه، في صحه، المفروض انه يكون هدف لايف ستايل مو بس وقتي. فرمضان افضل فرصه صراحه، رمضان من الفرص الذهبيه في تخليص الجسم من السموم. وفي نفس الوقت يعني كابتن في نقطه مهمه جدا احب ان تنبه عليها المشاهدين وايضا كل اللي حيشوفون ان شاء الله، ارهاق الجسم
الرياضة خطأ كبير جدا ممكن يكون شائع عند الشباب بالتحديد اللي بيتعبوا نفسهم كل يوم في الجيم خصوصا في شهر رمضان. فين الحدود اللي لازم أنا هنا أوقف عندها؟ حلو. كلام مرة سليم، لأنه فعلا الشيء الزايد زي الناقص، هذه عبارة كلنا نعرفها. فبرضو في الرياضة الشيء الزايد في الرياضة بتوديك إلى مرحلة الهدم، سواء هدم أنسجة وألياف عضلية، سواء إرهاق، سواء لا سمح الله إصابات في المفاصل. فدائما الاعتدال هو الصح في حتى ممارسة الرياضة، حتى لو عندي صحة وعافية ممارسة الرياضة باعتدال ضروري جدا. وفي نقطة مهمة عفوا أنا نسيت أقولها، أنه في ناس ممنوعين من ممارسة الرياضة أثناء فترة الصوم في رمضان. هذا ضروري جدا نهتم فيها، المصابين بالسكر، المصابين بالسكر، الأمراض المزمنة، أمراض القلب. يعني رجائي إلا إذا أنت حريص ونشيط وكذا بعد استشارة يعني من طبيب. صحيح، هذه مرة مهمة جدا، لأنه للأسف يعني ما يحتاج أنه هو يزيد المرض حقه مرض، وربنا يشافيهم إن شاء الله. على السريع كم يعني تنصحنا قبل الفطور نتمرن؟ نص ساعة تقريبا؟ لا، نص ساعة يا دوب تقول سلام عليكم. ليه؟ هي من ساعة تمارين هوائية بسطها علينا كيف؟ شوف، هو مشي يعني بأمانة لحد الساعة، من ساعة لساعة ونص تمرين قبل الإفطار. ساعة جدا ساعة ونص؟ جدا هي حتجي بالتدريج، هي حتجي. ما أنصحك صراحة. من ساعة لساعة ونص يعني أنت هذه الفترة الذهبية اللي قلنا عليها، لأنه أنت هذا الوقت كل الطاقة اللي بتاخذها حتاخذها من الدهون، غير ذلك الأنسولين عندك منخفض، فبالتالي أنت كل اللي بتستخلصه من الدهون الزايدة في الجسم. صحيح صحيح، اتفق معك. انا اخري ان شاء الله 45 دقيقة، ولكن اكيد راح احاول. 45 دقيقة بالعكس جميل جدا، بس ضروري يكون في نشاط. انا يعني اتمنى من كل الناس يكون في نشاط قبل الافطار، لانه هذه الفترة يعني فترة ذهبية. صحيح، شكرا انك تواجدك معنا كابتن، يعطيك الف عافية، نورتنا وشرفتنا. امين يا رب وياك. مشاهدينا مكملين معاكم بعد الفاصل. رزان العجمي اول فتاة تحصل على رخصة القفز المظلي، تتحدث لساعة شباب عن تجربتها المثيرة.